بسم الله الرحمن الرحيم. سنتحدث في الأسبوع الثامن المحاضرة الأولى عن الحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية، أولها حق الانتفاع، طبعا ثانيها حق الاستعمال والسكنة، وبعدها حق الحكر وعقد الإجارتين والاستحقاق في الوقف، وأخيرا حق الارتفاق. طبعا يا إخوان، حق الانتفاع يعني الحق العيني في الانتفاع بشيء مملوك للغير، وذلك على أن يكون هذا الشيء محتفظا به، بذات الشيء مملوك للغير بشرط الاحتفاظ بذات الشيء لرده عند نهاية حق الانتفاع، بمعنى أنه هو حق عيني في الانتفاع، بمعنى أن شخصا يحصل على قطعة أرض لزراعتها ومن ثم يقوم بالانتفاع بها بحيث يملك حق الانتفاع فيها على أن تبقى ملكية الرقبة هي لمالك قطعة الأرض. وحق الانتفاع هذا يستطيع أن يتصرف فيه المنتفع كما يتصرف ما عدا اللي هو حق له حق الانتفاع، حق الاستغلال وحق الاستعمال، ولكن بدون تملك. أما عن خصائص حق الانتفاع فهي تتمثل في أن حق الانتفاع هو حق عين، بمعنى أنه يعطي لصاحبه استغلال الشيء واستعماله على أن يرده دون أن يرد عليه، بمعنى دون أن يرد عليه سلطة التصرف، بمعنى البيع لتمكنه من الإفادة من حقه دون تدخل من أحد، ولكن يبقى لصاحب الشيء أو مالكه سلطة التصرف فيه. طيب، باعتباره زي ما قلنا مالكا لرقبة الشيء. وللمنتفع حق استغلال الشيء واستعماله فيما أعد له أو الغرض الذي أعد له الشيء، ويجب أن يرد هذا الشيء عند انتهاء حق الانتفاع بالحالة التي كان عليها قبل استلام هذا الشيء. كذلك حق الانتفاع ينتهي بموت المنتفع، بمعنى إذا مات المنتفع يرجع الحق إلى مالك الرقبة أو يرجع إلى صاحبه. كذلك حق الانتفاع يقع على شيء غير قابل للاستهلاك، بمعنى أن الأصل أن يقع حق الانتفاع على شيء لا يستهلك، إلا أنه مع ذلك قد يرد حق الانتفاع على الأشياء قابلة للاستهلاك زي النقود والأغلال، ولكن يلتزم المنتفع على ذكر قيمتها أو بدلا عنها. كذلك الأشياء التي تصلح أن تكون محلا لحق الانتفاع زي ما قلنا المنقولات والعقارات مثل الأراضي وحق المؤلف والمخترع بما يخترعه من أشياء، وكل هذه الأمور تدخل في نطاق أو اللي هو حق الانتفاع، وبالتالي يحق للمنتفع استعمال واستغلال هذه الأشياء. أما عن كيفية أو عن أسباب كسب حق الانتفاع، طبعا زي ما أنتم عارفين هذا بيكتسبه إما من خلال تصرف قانوني كالعقد أو الوصية أو الشفعة أو التقادم. أما عن الآثار التي تترتب على حق الانتفاع فهي
على النحو الآتي: أولاً سوف نتحدث عن حق أو حق المنتفع أو حقوق المنتفعين. طبعاً يا إخوان زي ما هو معروف لصاحب حق الانتفاع سلطة استعمال الشيء وفق ما أعد هذا الشيء للاستعمال، سواء كان هذا الاستعمال ماديا فإذا كان شقة سكنية فله أن يسكنها، وإذا كانت محلها سيارة أن يركبها، بحيث لا يصل إلى درجة استهلاكها. وإلى جانب حق الاستعمال يثبت للمنتفع للشيء الحصول على ثماره دون منتجاته، على اعتبار أن المنتجات تقطع من الأصل، والاستغلال إما أن يكون عن طريق المنتفع مباشرة، وذلك من خلال القيام بزراعة أرضه مع جني ثمارها، أو يستغل السيارة وذلك من خلال جعلها تنقل الغير. أما عن مدى سلطة المنتفع على الشيء محل الانتفاع فله أعمال الإدارة، وأهمها عقد الإيجار، فللمنتفع أن يؤجر الشيء المنتفع به واستثماره والحصول على أجرته حسب المدة التي تم الاتفاق عليها، بشرط أن يجيز ذلك مالك الرقبة. أما عن أعمال التصرف فيجوز للمنتفع التصرف في حق الانتفاع بكافة أنواع التصرف فيما عدا ملكية الرقبة، فله رهن المنتفع لحق الانتفاع، كما يجوز للمنتفع رهن حق الانتفاع رهنا رسميا، كذلك ترتيب حق انتفاع على حق الانتفاع. يجوز للمنتفع ترتيب حق انتفاع على آخر، فالمنتفع الجديد يحل محل المنتفع الأصلي في جميع حقوقه. كذلك دائما الشرط الأساسي والرئيسي عدم التصرف في ملكية الرقبة. أما عن التزامات المنتفع، يعتبر المنتفع من أصحاب الحقوق العينية وما يصاحبها من سلطات مقررة، وتحدد التزامات المنتفع وفقا لسند نشوء الحق أو العقد الذي تم إبرامه بين مالك الرقبة وبين المنتفع. طيب، إذا فله استعمال الشيء فيما أعد له وصيانته، وعليه يجب عليه استعمال الشيء حسب الغرض الذي خصص له حق الانتفاع، ولا على ما كان يستعمله السابقين. إذا تم تخصيص قطعة الأرض للزراعة فيجب أن يتم زراعتها كما كانت، وليس للمنتفع أن يتمسك بأن الذين سبقوه قاموا بأعمال غير التي تم الاتفاق عليها، ولمالك الرقبة أن يطلب من المنتفع الكف عن الاستعمال إذا كان هذا الاستعمال يشكل خطرا على محل الانتفاع. كذلك يتوجب على اللي هو المنتفع أن يصون الشيء محل الانتفاع، وهذا ما بينته المادة 1120 من القانون المدني النافذ في قطاع غزة، بحيث أن نصت على أن المنتفع ملزما بصيانة الشيء محل الانتفاع الصيانة المعتادة، وأن يتكفل بكافة النفقات والمصروفات. أما فيما يتعلق بالتصلاحات الجسيمة فيتحملها مالك الرقبة، مثل تجديد العقار أو ما جرى العرف عليه، أو إذا كان هناك اتفاق يتحمل هذه الصيانة اللي هو
المنتفع. كذلك يجب على المنتفع القيام بالمحافظة على الشيء الذي هو محل الانتفاع وفق نص المادة 1121، وذلك من خلال بذل عناية الرجل المعتاد في المحافظة على الشيء كما لو أن الشيء يعود إلى ملكيته. ويعتبر من أعمال الحفظ قيام المنتفع بإخبار المالك بكل ما تتعرض إليه العين من إخبار للتدخل. كذلك يجب رد المنقول وتقديم كفالة سلف كما نصت عليه المادة 1123. وتحقيقا لهذا الغرض يجب على المنتفع عمل جلب في محضر حتى يتعين ذاته مع تحديد قيمته، على اعتبار أن المنقول عرضة للضياع أو التبديد، وعليه ألزم القانون المنتفع بتقديم كفالة حتى يتسنى للمالك أن يضمن حقه في استرداد ذلك المنقول أو استرداد قيمته عند نهاية انتهاء مدة الانتفاع. أما فيما يتعلق بالعقار فلا يحتاج لذلك، إذ يكفي تحرير بيان بحالته وقت الاستلام. أما عن انتهاء حق الانتفاع فحددته المادة 1121 من القانون المدني، بحيث جعل انتهاء حق الانتفاع بانقضاء الأجل المحدد له، فإن لم يحدد له أجلا عد مقررا مدى حياة المنتفع. أما إذا مات المنتفع بموت المنتفع ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وأيضا ينتهي حق الانتفاع بهلاك الشيء إلا أنه ينتقل من هذا الشيء إلى ما قد يقوم مقامه من تأمين أو تعويض. فإذا كان الهلاك يرجع إلى خطأ المنتفع فعليه إعادة رده إلى أصله، وإذا كان الهلاك بفعل الغير وجب تعويض الغير له، بمعنى أن الغير هو الذي يتحمل التعويض. كذلك ينقضي بالتنازل من قبل المنتفع أو باتخاذ صفتي المالك والمنتفع، بأن يقوم المنتفع بشراء اللي هو هذا الشيء. كذلك ينقضي بعدم استعماله مدة 15 عاما أو بانتهاء ينتهي بحكم نهائي من المحكمة، وذلك نتيجة لسوء استعمال محل الانتفاع. أما عن الآثار المترتبة على انتهاء حق الانتفاع فهو أولا التزام المنتفع برد الشيء المنتفع به إلى مالكه الأصلي. كذلك يلتزم مالك الرقبة برد المبالغ التي أنفقها المنتفع مثل الإصلاحات الجسيمة إذا كان لها محل. كذلك ما يحدثه المنتفع من بناء وغراس، وحكم هذه الحالة يخضع للقواعد العامة إذا لم يرد نص خاص، وقد يتم هذا البناء أو الغراس برضاء المالك أو بعدم رضاه. فإذا كان برضاه يدفع المالك أقل القيمتين، إذا كان بغير رضاه يطلب المالك إزالة البناء أو الغراس، وإلا تملكه بالالتصاق على أن يدفع أقل القيمتين مستحقة الإزالة أو ما زاد في قيمة ثمن الأرض. بعد الانتهاء
من موضوع حق الانتفاع ننتقل إلى الموضوع الثاني ألا وهو حق الاستعمال وحق السكنة. كذلك يقصد به بأنه حق عيني من الحقوق التي تتفرع عن حق الملكية، عن حق الانتفاع، إذ يتقرر لأحد الأشخاص على شيء أو على شيء مملوكا لغيره، وينحصر هذا الحق في الشخص صاحب الحق وأسرته فقط. أما عن حق السكنة فهو حق عيني يتفرع عن حق الاستعمال من استغلال الشيء لسكن الأسرة أو العائلة والأقارب والخدم، وبهذا لا يتقرر إلا على منزل بقصد سكن صاحب الحق وأسرته. ومعنى هذا أن حق الانتفاع يمنح صاحب حق الانتفاع سلطة الاستعمال والاستغلال على منقول أو عقار على السواء. أما صاحب الاستعمال فلا يملك حق في الاستغلال، وإنما ينحصر في الاستعمال. أما محل حق السكنة فهو قاصر على عقار دون منقول عقار مخصص للسكن دون غيره من العقار. العقارات مضمونة أن يكون لصاحب حق السكن أن يسكن هذا المنزل هو أسرته أو من يعولهم. إذن نتحدث عن مدى سلطة صاحب حق الاستعمال وحق السكنى بالنزول عن حقه للغير. لا يحق لصاحب الحق النزول عن حقه، فلو أجر هذا الحق كان الإيجار باطلا، إلا أن المشرع سمح بهذا النزول بناء على شرط صريح. ومن جهة أخرى، إذا احتاجت الدار إلى إصلاحات أو الشقة إلى إصلاحات، فإن صاحب الحق ملزم بإجراءه على أن تكون المباني التي يقيمها ملكا خالصا له. فإن امتنع عن القيام بالإصلاح فللقاضي أن يؤجر الدار لشخص آخر يقوم بالإصلاح خصما من الأجرة، وترد الدار في نهاية الأمر إلى صاحب حق السكن. أما عن حق المصافحة فقد نصت عليه المادة 1030. المقصود بالمصافحة هو عبارة عن حق عين يترتب على سطح الأرض المملوكة للأفراد، يؤدي إلى فصل ملكية الرقبة عن حق إنشاء مباني أو منشآت أو زرع أو غراس على الأرض بالاتفاق أو بالتقادم، وينتقل هذا الحق بالميراث أو الوصية. وما حق المصافحة إلا وسيلة لاستثمار المنشآت والمباني على أرض مملوكة للغير. أما عن أسباب كسب المصافحة ومدته، تكون المصافحة بالاتفاق سواء بعوض أو بدونه، بالميراث أو الوصية. كذلك أما عن مدة اللي هو المصافحة فهي 50 عاما، وإذا زادت فللمحكمة إنقاصها. أما عن سلطات صاحب حق المصافحة فله تملك الغراس والمباني التي أقامها على سطح الأرض المقرر عليها حق المصافحة. أما ملكية الرقبة فتظل لصاحب الأرض، والسند المنشئ هو الذي يحدد الحقوق لأطرافه. طبعا تنتهي المصافحة كما هو معروف على غرار باقي العقود بمضي المدة، وهي 50 سنة أو حسب الاتفاق 2 باتخاذ صفتي المالك وصاحب الحق عن طريق الشراء، عدم دفع المقابل
أو البدل المتفق عليه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. ننتقل إلى المبحث الرابع، ألا وهو له حق الحكر وعقد الإجارتين والاستحقاق في الوقف. أولا حق الحكر. حق الحكر يا إخوان هو حق بمقتضاه يكتسب المحتكر حقا عينيا، وذلك يخوله الانتفاع بأرض موقوفة بإقامة، يعني الأرض تكون وقف بإقامة مباني عليها أو استعمالها عن طريق غرس الأشجار أو أي غرض آخر لا يضر بالوقف لقاء أجر محدد. فوفقا لما تقتضيه مصلحة الوقف وعليه لا يجوز التحكير إلا لضرورة أو مصلحة تعود على الوقف ويجب أن يسجل في الطابق. طبعا الحكر زي ما هو معروف يا إخوان هو 50 عاما. أما عن الآثار التي تترتب على الحكر فعرفت أو حددت المادة 1041 والمادة 1042. فمن حيث حقوق المحتكر يمتلك المحتكر ما أقامه من بناء وغراس، وله أن يتصرف فيه وينتقل بالميراث. أما عن التزامات المحتكر، أولا ألف الالتزام بدفع الأجرة، تستحق الأجرة في نهاية كل سنة مالية معجلة أو مؤجلة وفق الاتفاق المبرم بين المحتكر ودائرة الأوقاف، وتكون أجرة المثل، ويجوز الزيادة والنقصان وفقا لما تتأثر به أجرة المثل على أن يكون قد مر على التعمير مدة التغيير مدة لا تقل عن 10 سنوات تحقيقا للاستمرار في التعامل فيها. أما عن الالتزام بإصلاح الأرض المحتكرة، يجب أن يراعي المحتكر الشروط المتفق عليها في عقد الحكر والاهتمام بالأرض والغرض الذي خصصت من أجله وبذل عناية الرجل المعتاد في المحافظة عليها. أما عن انتهاء الحكر فينتهي بانتهاء المؤجل في بانتهاء الأجل المحدد، ألا وهو 50 عاما، كما ينتهي بوفاة المحتكر قبل قيامه بالبناء أو الغراس إلا إذا رغب الورثة ببقائه. 3. إذا زالت صفة الأرض المحتكرة عند زوال صفة الوقف عنها وعودتها إلى أصحابها ينتهي كما ينتهي بعدم الاستعمال انتزاع الأرض للمصلحة العامة. أما عن فسخ الحكر، عقد الحكر مثله مثل باقي العقود، وهي تعود بالأساس إلى قيام المحتكر بالإخلال بالتزاماته سواء عن طريق الامتناع عن دفع الأجرة لمدة 3 سنوات متتالية أو إهمال محل الحكر إهمالا جسيما، الأمر الذي يلحق ضررا بمحل الحكر، وهذا ما نصت عليه ونصت المادة 1051 بأن تسري الأحكام المتعلقة بالشيوع والقسمة على حق الحكر كل ما كان ممكنا. أما عن الحديث عن عقد الإجارتين والاستحقاق في الوقف فسوف نتحدث أولا عن عقد الإجارتين. طبعا يا إخوان عقد الإجارتين هو حكر من نوع خاص يقع على أرض مشغولة ببناء في حاجة إلى إصلاح. طبعا المقصود بالإجارتين إنه هذا البناء مقام على أرض تعود ملكيتها لدائرة الوقف، وهذه الأرض مقام عليها إنشاء، وهذا الإنشاء يحتاج إلى ترميم وإصلاح، بمعنى أن يقوم المحتكر بإصلاح هذا البناء الذي هو في حاجة إلى إصلاح
دون إعادة بدائه مع دفع المقابل على ذلك. والمقابل زي ما انتم عارفين اللي هو يأخذ شقين، الشق الأول يتضمن دفع مبلغ من المال مساوي لقيمة البناء معجلا يعادل ثمن البناء، وبناء عليه يتملك هذا الشخص هذا البناء عن طريق الشراء على أن يقدم هذا المال لمتولي الوقف للصرف على شؤون الوقف. الثاني يقوم بدفع أجرة سنوية، أجرة المثل، وهي المقابل لحق الحكر الذي كسبه عن طريق الشراء. أما عن الاستحقاق في الوقف، الاستحقاق في الوقف هو تخصص أو تخصيص منافع المال المحبوس والمملوك على سبيل التأبيد لجهة من جهات البر والإحسان، وهو من الحقوق المعينية المتفرعة عن حق الملكية. أما عن حقوق الارتفاق، طبعا يا إخوان حقوق الارتفاق، حق الارتفاق معناه أن الارتفاق حسب نص المادة 1353 تكليف عقار لفائدة عقار غيره يمكن يملكه شخص آخر، ويجوز أن يترتب الارتفاق على مال عام إذا كان لا يتعارض الاستعمال المخصص لهذا المال فحسب النص المذكور لابد من توافر شروط ثلاث. أولا أن يكون هناك عقار مرتفع، وهو العقار الذي تقرر لفائدته حق الارتفاع. اثنين أن يكون هناك عقار مرتفق به. إذن قلنا الشرط الأول حق الارتفاق، وهذا الحق لا يتقرر إلا لفائدة عقار آخر ويقرره مالك العقار، ويعتبر هذا الحق تابعا للعقار المرتفق وملحقا به، وينتقل معه إلى أي يد ينتقل إليها هذا العقار. كذلك يجب أن يكون هناك عقارا مرتفق به وهو وضع طبيعي، بمعنى هو العقار الذي تقرر عليه حق الارتفاق لصالح العقار المرتفق، وهو مملوك لشخص غير الشخص الذي يملك العقار المرتفق، وحق الارتفاق لا يتقرر إلى العقارات، وهو حق عيني عقاري ويخرج من نطاق ذلك اللي هو المنقول. كذلك يجب أن تتحقق منفعة للعقار المرتفق، وهو ترتيب تكليف على العقار المرتفق يحقق الفائدة لذلك العقار، لذلك سمي العقار المرتفق به العقار الخادم، وسمي العقار المرتفق العقار المخدوم، ويحدد التكليف في سنة إنشاء حق الارتفاق، وهو يتنوع بتنوع الحاجة حاجة العقار المرتفق، ويترتب على حق على وجود حق الارتفاق لفائدة العقار المرتفق زيادة في قيمة العقار المرتفق ونقص في قيمة العقار المرتفق به. وأمثلة ذلك أن يكون للعقار ممرا على العقار المرتفق به، أو موردا للمياه للسقيا، أو مجرى للمياه ولتصريفها. أما عن خصائص اللي هو حق الارتفاق، طبعا يا إخوان هي عبارة عن أولا حق الارتفاق حق تابع، بمعنى أنه يتبع العقار المرفق حينما انتقل، و
ويجري ما يجري على العقار كذلك هو حق دائم طالما الارتفاق مرتبط ليس مرتبطا بحق الملكية، وعليه يجوز توقيف هذا الحق حق الارتفاق وإن كان الأصل هو دوام حق الارتفاق، وليس هناك ما يمنع أي أن ينتهي مستقبلا أو عن حق الملكية السابقة. حق الارتفاق يا إخوان غير قابل للتجزئة، فهو حق الارتفاق يبقى على العقار الشائع في مجموعه أو لصالح العقار إذا تم الاتفاق بين جميع الشركاء. أما عن تقسيمات حق الارتفاق فهي أولا الارتفاق المسمى والارتفاق غير المسمى. الارتفاق المسمى هو ذلك الارتفاق الذي يستعمل دون تدخل إنسان، مثل الارتفاق بعدم البناء أو بعدم التعلية إلى حد معين أو المجرى أو المسيل، فهو لا يحتاج إلى تدخل إنسان. أما الارتفاق الغير مسمى فهو الذي يحتاج إلى التدخل، مثل الارتفاق بالمرور وحق الارتفاق باستخراج المعادن وإلى ما غير ذلك. فالاتفاق المستمر يكون يمكن كسبه بالتقادم، والغير مستمر لا يمكن كسبه لعدم استمراره. ثانيا الارتفاق الظاهر والارتفاق الغير ظاهر. فالظاهر هو الذي يمكن أن يستدل عليه من خلال علامات مادية محسوبة كالأبواب والنوافذ. أما الغير ظاهر فهو ليس له علامة كالبناء الذي لا يزيد عن حد معين. أما عن الارتفاق الإيجابي والارتفاق السلبي فيقوم هذا التقسيم على أساس مضمون حق الارتفاق إذا كان هذا المضمون يوجب على مالك العقار القيام بأعمال إيجابية، كأن كان حق الارتفاق إيجابيا كالمرور ورعي الأغنام والمجرى والمسيل. أما إذا كان مضمون حق الارتفاق يوجب على مالك العقار المرتفق به عدم التعلية أو عدم البناء. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه المحاضرة، فسوف وفي المحاضرة السابقة اللاحقة إن شاء الله سوف نتحدث عن أسباب كسب حق الارتفاق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.